أهلا بكم من جديد. دعت إدارة خدمة العملاء بغرفة التجارة وصناعة البحرين عملائها من أعضاء الغرفة إلى الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال مركزها الرئيسي بمبنى بيت التجار أو من خلال فرعها في مرفأ البحرين المالية، مؤكدة جاهزيتها لإنجاز المعاملات في وقت قياسي، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الغرفة في تطبيق خطتها التطويرية وجاهزية التقنية للتعامل مع أي أحداث طارئة لضمان تقديم الخدمات لكافة عملائها دون تأثر أو تعطل. وأفادت الغرفة أن عدد الخدمات المقدمة من خلال إدارة خدمة العملاء تبلغ نحو 17 خدمة يستطيع العملاء إنجازها من خلال موظفي الإدارة المعنيين بتطوير أنظمة تقنية المعلومات وتحويلها إلى نظام حديث لتطوير العمل الإداري. أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين تأجيل تحصيل الإيجارات لشهري إبريل ومايو المقبلين للمستأجرين في المشاريع التجارية للشركة ضمن قطاع الشركات الإنشائية، بعد أن تم إعفاؤهم من إيجار شهر مارس التجاري أو الجاري، وذلك دعما لمواصلة أعمالهم في ضوء انتشار الفيروس العالمي فيروس كورونا، حيث سيشمل هذا الإيجار أو الإجراء تأجيل تحصيل الإيجارات لجميع الشركات المتأثرة من جراء فيروس كورونا عبر متاجر التجزئة والأطعمة والمشروبات والعقارات التجارية التابعة لشركة إدامة. وننتقل الآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة تجاوزت نقطتين مئويتين، مغلقا التداولات عند مستوى 1360 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الصناعة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 10,182,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,540,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 63 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد كان أبرز المتقدمين سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة ارتفاع تجاوزت 6 نقاط مئوية. قال بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن وزارته تعمل على تفعيل بنك الصادرات لإيجاد منافذ للبضائع السعودية التي تراجع الطلب عليها بسبب الأوضاع الحالية، وأكد أن وزارته تحاول منذ بداية الأزمة التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي خاصة قطاع المستلزمات الطبية مع التركيز على احتياجاته. وأشار إلى أن الوزارة واجهت هذا الأمر من خلال تخفيض بعض الرسوم وإعطاء الكثير من المنشآت فرصا إضافية لتنفيذ أعمالها. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. مؤسس موقع علي بابا يطلق حزمة مساعدات لعدد من الدول الأفريقية لمواجهة كورونا.
أعلن البنك الدولي عن توفير ما يصل إلى 150 مليار دولار على مدار 15 شهرا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة فيروس كورونا. ودعا رئيس البنك الدولي الدول الدائنة في مجموعة 20 إلى السماح للبلدان الأشد فقرا بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية بينما تحارب الوباء الخطير، مشيرا إلى ضرورة تكريس موارد الدول الفقيرة على الإجراءات الصحية في مواجهة الأزمة. ونترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وصلت إلى مطار الخرطوم طائرة شحن تحمل معونات طبية وفنية كجزء من مساعدات يقدمها الملياردير الصيني ومؤسس موقع علي بابا الشهير جاك ما، وذلك ضمن حزمة مساعدات لعدد من الدول الأفريقية لمواجهة فيروس كورونا. وتشمل المساعدات المقدمة معدات وأجهزة طبية. وفي وقت سابق أعلن جاك ما أنه سيقدم لعدد من الدول الأوروبية والأسيوية أكثر من 4 ملايين قناع للوجه ومئات الآلاف من أجهزة ومحاليل اختبار فيروس كورونا.